استنى الراجل رجعوا وادي التسديدة تخبط في زميله باتريك اودو هل يسجل جول؟ توصل لإسلام سري التسديدة مرة تانية من هشام عبد الحميد باتريك اودو هيثم او هيثم وادي العرضية باتريك ادو راسية في الكرة اللي فاتت بصوا حضراتكم اتزحلق هنا في الداخلية يرجع ويتعادل ومشكلته انه امام فريق ما عندوش حاجة يبكي عليها وطنطا شوف باتريك قده يا ولد ما فيش حد بيضغط على احمد لعبة طولية لحدود منطقة الجزاء باتريك قده قده للغير مراقب تماما الغير مراقب تماما تماما عبد العزيز امام وجول لعب واحدة طويلة وعالية ويا ولد يا ولد يا ولد عرضة اهي اللعبة تاني على لطفي تردد فيها وادي على طول باتريك يا ولد يا ولد يا ولد في العارضة ان يوصل للدوري الممتاز ركنية جوه ال 18 اوبا اسماعيل القادم من بتروجيت كان بيلعب في بتروجيت الموسم القادم الموسم الماضي عفوا لقى هنا اللي سقط الكورة انما ياخد احمد علي تطلع لباتريك ادو مرة تانية لسه في حيز سيطرته هوبا هوبا مع فريق النصر للتعديل اهو تملك الكرة وحطها لدى فريق نصر للتعديل ولدى احمد كشري كره طويله ملعوبه محاوله خطف الكره بالباك الجانبيه من على يسار الحارس في متابعه مروان النجار كره كانت من حرك للامام وعبد الله الشحات الراسيه تتلعب راسيه احمد اسماعيل ركنيه جامده جدا الناحيه الثانيه الراجل لوحده مره ثانيه لعبت راجل هنا محدش طالع معاه خالص من خط ظهر التاني ادي باتريك ادو عمل تمريره حلوه يا ولد في مكان خطير وادي اللمسه ادي اللمسه وادي الخطا فرحه للكابتن حماده نصر اسلان ادي نشوف باتريك ادو عدى باتريك ادو باتريك ادو دخل منطقه الجزاء ويلعب العرضيه ارضيه طلع الجيش تعادل ثم تقدم كره في اليمين وتقدم لفريق النصر طول لايجيبتور وايجيبتور بيغير عند بريمي اتقطعت من على ورا باصة طولية تاني التغطية موجودة لكن لسه استلام لباتريك ادو باتريك يلعب ناحية اليمين عبد الموجود لباتريك ادو باتريك عايز ياخدها لنفسه لكن اداله فاول الراجل في مكان كتير جدا مرة تانية باتريك على حدود خط 18 تسديدة لكن بعيد جدا عن كتير كتير لكن قرار اخير وقرارات الحكام غير قابلة للطعن وأسوان والنصر للتعديل يعني كلهم بيلعبوا على الداخلية فالنهاردة هو عاوز يتعدل في الموسم الماضي لما تعادلوا 1-1 مع الأسيوطي وبالمصادفة كده كان المدير الفني للأسيوطي هو مؤمن سليمان مرة تانية باتريك أدو الغاني المهاجم الوحيد حافظ على كورته كده لكن